السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، كل سنة وأنتم طيبين بالصحة والسلامة، ويبقى عليكم الأيام بخير آمين في الدنيا والآخرة، ويخفف عليكم إن شاء الله. النهاردة الكلام بتاعنا هيكون عن الزكاة في المعرفة. الأخوة النعمة أغلبنا عارفها، إيه الربط بين الاتنين؟ اللي هنحاول نعمله النهاردة. أول تعالى أوجد أول أوجد أول أول سنة أول سنة هو كم يبقى عشان لا ما أسألش القطاع خلي سنة وصل قطاع الطرق أم قطاع الطرق أنا أزبط من هنا. طيب دي كده حتة تحت الحزام في الأول هنا بقى نتكلم، لان انا الاغلب اللي موجودين بتوع فند ريتنج او بتوع جمع مال، لما ننظر للشريحه دي بالذات دول نحن في المؤسسه مش جمع مال بس، جمع مال وسيله لكن الدور اعلى من جمع المال، وما نغترش بحجم المال اللي احنا جمعناه، لان بيكون كتير من الاحيان بخداع او مخادع. النجاح مش بكميه المال اللي احنا بنجمعه، هو جزء من النجاح، جزء من النجاح وليس النجاح. دورنا ان يكون عندنا هدف ورساله، حتى واحنا واقفين في الشارع في السوق نجمع المال. وقفتي في الشارع دي او وقفتي في المول او وقفتي في اي مكان مطار الى اخره، عندي هدف وعندي رساله. دورنا ان المجتمع يستفيد من المال، المجتمع يستفيد. كيف نفيد المجتمع؟ يعني نحاول نطور المجتمع، نحاول نبني المجتمع، نحاول نعالج مشاكل المجتمع. كتير جدا من المشاريع اللي بنعملها ليست لها اي قيمه. لو اتكلم عن المشاريع اللي انا كنت بعملها، الزكاه والصدقات لابد نعرف انها ركن وليها ثقافه وليها قيم وليها اخلاقيات تحققها، مش مجرد نجمع الناس بحديثين او قصه او يقولوا من ده الموضوع. لا، ثقافه للجمع، ثقافه لترتيب الاموال، وعمل اللي هو حلال اللي هي الدراسه وانفاق المال والتعامل مع اصحاب الحقوق. وهنا بقول كلمه انا بارددها حديثا، حذاري ثم حذاري ثم حذاري انك تستعملوا كلمه مستفيد بعد كده. خلاص خلاص اسمه صاحب حق ليس مستفيد، لان اللي بيدفع مرتباتنا هنا في المؤسسه هو اليتيم والارمله والمسكين، هو ده صاحب المال، اهم من رؤساء مجالس الاداره واهم من المدراء، اليتيم اللي هو صاحب المال الحقيقي. لذلك في ادبياتنا نتعامل ليس كمستفيد، ازاي انا مستفيد وانا صاحب المال؟ ازاي مستفيد وانا صاحب الارض؟ وده الايه؟ جزء من الفلسفه الجديده اللي احنا عايزينها. ما يجيش واحد بقى جاي لنا من بره يقول لك بينيفيشري وبعدين، انا مش حاقد كل حاجه جايه لي وترجمها زي ما هي، هدخلها على السخاوه بتاعتي، هدخلها على القيم بتاعتي، وادخلها على الاخلاقيات بتاعتي، وادخلها على الدين بتاعي عشان يظبطها لي. ومن حق كل واحد فينا ان يكون راي وثقافه وقيم واخلاق يعتز بيها. انت عندك راي طب انا عندي راي انا كمان، مش لان انت متربي في امريكا واوروبا وكذا وكذا يبقى انا
هسلم لك. ثم قيم واخلاق قلنا على الثوره واحنا بناخدها ان احنا مش قادرين نحقق الحاجات دي عشان ما بنهتمش لا بالابحاث ولا بالدراسات. رسائل الاخوان نعمل عمل انساني. طبعا هي موسوعه علميه معلوماتيه فيها قيم وفيها ثقافه كثيره متعدده. يعني حتى المدارس الفقهيه اللي عندنا كثير مدرسه واحده. الاحناف والحنابله والمالكيه والشوافع حتى باقي المدارس المذاهب اللي موجوده عندنا. ده انسيابيه في القرار يعني تمشي كده زي المياه كده تخش في اي حته. او زي الهواء تحس بيها لما تلاقي مثلا بنتك او ابنك بعد 10 سنين انت منشغل تتكلم بطريقه مختلفه لانها تاثرت بقوه ناعمه خارجيه وانت مش واخد بالك. تساهم في فعاليات مجتمع وتمكين عاملين مجتمعيين هي تثري الحياه بآدمي اصحاب الحقوق. ده اهم شيء في القوى الناعمه اصحاب الحقوق هم الفقراء والمساكين والايتام والارامل. دول هم يكونوا المغيرين المجتمعيين للمجتمع نفسه. تملك الفكره وتحدد المسار المفكرين. دي من خصائص ايه؟ القوى الناعمه. الغرض من اننا نحفز القوى الناعمه هي الغرض فيها ايه؟ في مقوله بتقول لك وضوح الرؤيه تختصر نفس المسار. يعني اغلب مؤسساتنا للاسف يعني بتتكلم عن نفسنا مش عن اي حد موجود في الغرفه. ما عندهاش رؤيه. يعجبه كلام يعجبه اللي ما يعجبوش يعجبه ما عندهاش استراتيجيه. تعرف استراتيجيتنا معناها ايه؟ جبنا كونسلتنت حطيناه في الاوضه ادينا له كام 1000 جنيه 3 4 ايام عمل لنا ورقه حلوه عرض شرائحي كذا 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 كذا. عندنا استراتيجيه. انت فاهمها يا ابني؟ لا. طبقتها يا ابني؟ ما اعرفش. مكاتب طبقتها يا ابني؟ ما اعرفش. مفيش استراتيجيه من غير رؤيه. مفيش رؤيه من غير هدف. بمعنى ايه؟ بمعنى احنا لما بدانا من تقريبا 40 سنه مع الاغاثه لا كان عندنا مكتب ولا عنوان ولا اي حاجه. هاي تجربه ولا شيء ولا اسماء رنانه ولا فلوس ولا اي ولا اي مطلوب خلاص. لكن كان عندنا فكره وهدف ساعد الناس كسادس مجعفة سادس السودان بتاع فريش كلمه واحده هل 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 ساعة بس مش حاجه. كان هدف واضح استراتيجيه كنا بنمشي على في الشوارع زي ما كتير جدا من الشباب بيعملوا كده من شارع لشارع لحاره لحاره لمسجد لمسجد. وانا شخصيا كنت بفتخر ان انا اول شحات مسك صندوق كرتون تبرعات في بريطانيا كلها على باب الجامع. انا وانا شخصيا كنت بشتغل في الجامعه كنت يعني طبيب بعمل دكتوراه كنت بقعد بالشارع ومن عيد ومسك صندوق كرتون. ده كان في حاجه اسمها رئيس مجلس اداره ولا مدير قطاع حاجات من الفخفخة التخينة اللي هي صدى وصدى مينفعش. فبالتالي مفيش عمل هينجز من غير رؤية ومفيش استراتيجية من غير رؤية ومفيش استراتيجية ورؤية من غير هدف. حذاري ان احنا حد يجي لنا ويدينا ايه ومدينا الاوراق الحلوة دي كلها سوري الاوراق الحلوة دي كلها واخد عليها 10000 عشان ناخده ويمشي. وانا لا فاهم هو بيقول ايه وهنفذها ازاي وانا الناس هيفهموها ازاي. بسيطه جدا. لابد نكون واضحين احنا عايزين ايه؟ هل انا هدفي ان انا اكفل نص مليون يتيم؟ هعمل بالكفاله دي ايه؟ هل انا فاهم معنى كلمه كفاله في القران معناها ايه؟ كفلها زكريا كده بس حد في الشرع يقول لي. وقفني مره الشيخ بيطلع لي كره دايره في مؤتمر وانا بقول له الكفاله ما تقلش عن 100 دولار. 100 ايه؟ يعني كم ايه؟ يعني مثلا 400 ريال صح؟ ده في الشهر ولا مؤاخذه. لا زعق ده مش انت الدكتور لما زعق انت طبعا اتخضيت في الجلسه دي قلت خلاص هيبصني. اللي كفلها زكريا هو عمل
مريم عليه السلام كابنتي تاكل اكله تاكل منه تلبس لبس تلبس منه. يعني لما حاجه اكفل يتيم في السودان ولا في باكستان ولا في افغانستان اعملهم زي ولادي، دي كلمه كفاله. لكن هذا لا يعني ان انت تساعد، تساعد بريال بخمسه بعشره، لكن الريال بتاعك يكون ابرك من مليون ريال من عندنا. لكن اسمها ايه؟ اسمها سبورت مش سبونسر شيب، او مساعده مش كفاله. ساعات احنا العمل بتاعنا الدارس، انا بتكلم عن نفسي، انا بتكلم عن نفسي، انا المدرس. معايا؟ المدرس. واضحين؟ والعمل الانساني زي جامعه تبدا من الحضانه الى ما بعد الدراسات العليا. حذاري اننا نقف مرحله منها. حذاري. حذاري تكون عقليتنا عقليه حضانه. ماما انا عايز مصاصه. بابا انا عايز بالونه. انا عايز ابني ورا الايه المتبرع، اصلح يدي لي كذا، كل يوم ايه بشأني. حضانه كنت متجرد. لا انا يوم في الايام انا عايز اعلم كنت متبرع. اقول لا مش عايز. مش هعملها. ماركو؟ يبقى انا كده في الرؤيه كده هدف استراتيجيه. طيب عشان ما اطولش كتير جدا في البتاع دي لسه انا هخش على الذكاء الاصطناعي. تاثير القوى الناعمه بقى. ممكن قوه ناعمه تتسلط على قوه ناعمه ثانيه. تقودها يعني. تدافع بين القوى الناعمه وبعضها. يعني مش حصول هو ايه؟ حدود فاصلة من القوى الناعمة. أنا قلت من أقوى القوى الناعمة اللي هو الإعلام المرئي والمسموع. لذلك نحن ندار بالإعلام ثم الدراما. ده الموجود. الإعلام والقوى الناعمة تستطيع أن تقرب الحقائق إلى الكذب أو العكس. الإعلام قادر على تحويل أي قوى ناعمة إلى قوة خشنة أو صدامية. العمل الإنساني من أقوى القوى الناعمة زي ما قلت قبل كده. وده برز في النصف الثاني من القرن العشرين، حتى ان الدول عشان تعمل لها قوى ناعمه عملت ادارات التنميه. ودي بدات بعد العمل الكنسي اللي هو كان منتشر في اسيا وافريقيا من الكنائس، بدات ان الكنائس ليها قوه ناعمه قويه جدا. ونشر الفكر وكذا وكذا وكذا. فبدات الحكومات تاخذ القوى الناعمه في العالم الخيري وتعمل ادارات التنميه. ومن اول الحكومات اللي عملتها في الاربعينيات من القرن الماضي كانت فرنسا، وبعدين بعد كده كل اوروبا مش تعمل، اصبح لنا نسميها صناديق التنميه اللي موجوده في الحكومات دي قوه ناعمه. لما تلاقي مثلا العون الامريكي ولا العون البريطاني ولا كذا وكذا ويخش الشعار ويخش العلم بتاعهم الناس بتفرح، لقينا فلوس كذا وكذا وكذا، قوه ناعمه. الناس فاهمه هي بتعمل ايه. هل دي قوه ناعمه؟ هنا بقى ده فكره يعني. لان عندنا بره يعني المكان اللي احنا عايشين فيه الدين ده بره محطوط. انا بقول لك لا الدين جوه. لان الدين جزء من الحياه وجزء مهم جدا من الحياه، هو محور بالنسبه لنا احنا كمسلمين. انا اعتقد دي كلمه قالها الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه، الدين حركه حياه. هو فعلا حركه حياه، كان يكون عندك ادي العمود اهو والحياه بتلف حوالين عمود الدين، مش الدين اللي بيلف حوالين عمود الحياه. ده فكرنا. اللي عايز اسمه ايه يقبله يقبله، مش عايز يقبله ما خلاص. انا بس انت ليك فكره وانا ليا فكره، ايه المشكله؟ انت بتفكر بطريقه انا بفكر بطريقه. هنا بقى لابد ان يكون ليا بعد ما اكتسبت الخبره راي ورؤيه وهدف ورساله. خلاص مش مشكله. كنا بنناقش في يوم من الايام من كام يوم ان المعايير الانسانيه بتاعت اللي هو الامم المتحده والسلسله الاحمر الدولي، الشباب اللي هم في سويسرا وفي نيويورك وكذا، قلنا احنا كتبناها من وجهه نظر مسيحيه. نتمنى ان المسلمين يضيفوا عليها اشياء. ليه؟ انا مش هحاسبه، هو مسيحي.
مش مشكله جزاكم الله خير. اتفقنا كتير جدا منها، لكن عايز احط بقى الفليفر من عندنا، النكهه بتاعتك. فمين اللي هيحط لي النكهه بتاعتي اذا كنت انا ما عنديش اللي هو الرؤيه والهدف والمعلومه والخبره الى اخره؟ تحدي. ما ينفعش تكون عندكم 30 40 سنه في العمل الخيري وما عندكوش رؤيه وهدف واستراتيجيه وعندكم تحدي عشان تغير المجتمع. عمر العمل الخيري ممكن اكل شرب نايم ايه؟ لبس. ابدا ابدا. ده العمل هو الايه؟ فالدين بالنسبه لي، بالنسبه لي انا هو نعم. اللي عايز يقابلني قابلني بره. نص كده. يجيب الشومة بتاعتك وانا اجيب الشومة بتاعتي، نقعد ونظبط نفسنا. ازاي بقى الدين بيتحول لقوة خشنة؟ دي بعض الايه؟ التجاوزات اللي بيعملها بعض الشباب. يعني مثلا انا كنت في الشيشان في 1996 بعد الحرب الاولى. يعني بدات في ديسمبر 94 لا في 95 سوري مش 96 95. قابلت شباب من ذكر اسماء البلد هم جدا. شباب يعني عشرينات. قال احنا عاملين معاهد لتخريج القضاء. يا سلام. رجل قاضي بعدين ست اشهر. تخيلوا انتوا يا شباب قاضي يتخرج بعد ست اشهر. انا ابويا الله يرحمه دخل الازهر. شرط دخول الازهر حفظ القران. خلاص؟ ثانوي واعدادي وجامعه وبتاع ده ممكن بتاع 20 سنه دراسه قبل ما يبقى ياخد الايه؟ الرخصه عشان يقول خطبه الجمعه. وامتحان الشفوي بتاعه كان 6 ساعات من 5 مشايخ. أو 7 ساعات من 6 مشايخ، أنا مش فاكر كويس. قال يا شيخ عبده اللي هو كان اسمه عبد الجواد الله يرحمه، علشان أنت لما تقف على المنبر الناس هيسألوك يستفتوك عشان لابس إيه؟ الزي بتاع الأرض. أنا بخرج بقى قاضي في 6 أشهر، ليه؟ ليه؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بقى رسول لما بقى 41 سنة. والوحي أنزل عليه 23 سنة. والأحداث وكذا 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 وكذا. المهم يعني فبالتالي هنا هو لما يكون في شباب زي كده مش عارف معنى الدين من غلوهم في حب الدين بيسيئوا اليه فبيحولوه من قوه ناعمه لقوه خشنه. عدم ادراك الدعاء في كتير جدا بعض المشايخ او بعض الدعاء مش عارفين المجتمع اللي هم عايشين فيه شكله ازاي. مشاكل متعدده. اخواننا المجتمع اللي احنا عايشين فيه معقد ومركب بكل الامتيازات وسرعة نموه بجزء من الثانية في كل جزء من المجتمع. تخيل ان عندك في مجتمع ده 1 مليون وبينمو المشكلة بالثواني والثوالث وانت قاعد في النص مش واخد بالك من اللي حواليك. ما ينفعش. لابد يكون رجل الدين ده رجل مجتمع في نفس الوقت او اشيروا علي ايها الايه؟ الناس. أنا ذكرت الدعاء بتغيير الواقعية المجتمعات المجاورة أو المجتمع اللي هو مناخ السياسي الدولي وكذا وكذا. عدم إدراكهم بالتكنولوجيا. التكنولوجيا أنا أول مرة اتكلمنا فيها كان طبعاً أنتوا عارفين يعني ممنوع الدخول لغير مسلم في الحرمين والجو الحرم حتى الجو بتاع الهواء الطرق والحاجات دي الطيارات. وكان السؤال سألناه كان سؤال غبي وقليل أدب يعني مش عارف أنا سألته أو حد غيره. طب والصور اللي كنا على التليفونات بتاعت الانترنت والتلفزيون اللي بتتفرج فيه على كذا وكذا ده بيخش ارض الحرمين صح ولا غلط؟ يعني انت ايه ما بتدخلش الشخص نفسه لكن الشخص عندك في النوم بصور وافلام وانت لوحدك بتتفرج على كذا وكذا وكذا. انا بتفرج في بعض المناطق دي اشهر برنامج معمول وقت من الاوقات المصارعه الحره بتاعت الرجال فهمت عليها فهمت عليها التفسير التقليدي والحاجات دي صح. فده بس ايه في معنى ان الدين قوه ناعمه احنا اللي بنخشنه تصرفاتنا بنسيسه بكذا 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 الى اخره. النقطه الاخيره دي الحته بقى اللي انا عايزكم ايه صحيين يا منز تمام يا منز؟ تمويل اجتماعي. تمويل اجتماعي دلوقتي اصبح موضه
عند مؤسسات غير مسلمه تيجي تاخد اموال الزكاه والصدقات، وعند مؤسسات الامم المتحده اللي كانت احدى التوصيات اللي هو مؤتمر القمه الانسانيه اللي كان موجود في تركيا او في اسطنبول في 2016. انا مش هتكلم عن كيف بدات الموضوع ده من وجهه ايه النظر السياسي. هو قالوا انتوا مش عارفين تحولوا اموالكم، ناخدها احنا ونوصلها. خلاص؟ صح؟ ناخدها ونوصلها. هذه المشكلة. طبعا في كتير جدا من بعض الناس المحترمين يعني جزاكم الله خير ومش هناخد مصاريف الطريق. جزاكم الله خير بس. لكن في الحقيقة في تمثيل اسمها حكالها وجوه عدة مش عارف ولا اسمها ايه. طب وجوه مش عارف المهم فلا مش مجرد مصاريف اداريه مجرد توصل مال، في حاجات اكتر من كده بكتير. الزكاه عارفين حكايه تمويل المال، مش بعض الناس بيجوا من الامم المتحده يعرفوا الفلوس يمشوا. ها انت مش عارف وقعد معايا وحط رجل على رجل كمان اخي معايا لحد في المطار بعد العشاء يا عمر ده صاحبك مش عارف ها؟ انت هتعشين كله عشان هتفطرك كله على حسابك. لا مش عينيا من جيبك. عامل ايه عينيا ده؟ قال لك عينيا الله خلي عينيك عندك يا عم هو. التمويل الاجتماعي بدا زي ما انا قلت قبل كده هو قال انت عندكم مشاكل. احنا عندنا بقى مشاكل في البيوت مشاكل في البنوك في التحويلات في التصنيف. يعني تومسون رويتر يا جماعه يعني عدد الاسماء اللي موجوده عندها بالملايين من 4 مليون دولار. بياخدوا المعلومه عنك من مجرد كلمه اتقالت عليك في مجله من المجلات. بيحطوك انت كذا وانت كذا اللي هي تومسون رويتر او بنسميها وورلد شيب. اول ما تومسون رويتر يحط اسمي انا البنك يقفل ايه حسابي. من غير ما يقول لك. من غير ما يقول لك. فقالوا احنا هناخد فلوسكم. نوصلها الحاجات دي كلها. خلاص دي موقف واحدة من كلها. وطبعا بدأوا المعاملين في المؤسسات دي بما فيها المؤسسات الكنسية. زي اوكسفام، زي سيف ذا تشيلدرن، زي وورلد فيجن إلى آخره. يقوموا يجمعوا أموال الزكاة والصدقة. إن شاء الله هيجمعوا الشيطان الأضحى. هيجمعوا الحاجات دي كلها بقى وضعيفة وفطار رمضان. واحنا هنقعد نسافر. بالك؟ واخدين بالكم؟ ودي هكذا بدات ايه بعد 2016. المشكله تقع فين بقى؟ في اربع نقاط في المجال. يبقى ركزوا معايا. انا دخلت بقى على القوه الناعمه عشان هختمها بالقوه الناعمه للزكاه. اول مشكله عندنا البنوك. عارفين البنوك على كيس المال بتاع دي. تصحى من النوم تلاقي بقى التحويل انت عايز تحول مش عارف تحول. لا عارف تحول لفلسطين ولا لسوريا ولا لليمن ولا كذا بس عمال مش من حقك انك تسال فن. كان انا جرب دي نمره واحد ودي بعد 11 سبتمبر. اغلاق الحسابات اللي في البنوك. دي نقطه ثانيه. وظل الاسلاموفوبيا اي حد بايه؟ بيتكلموا عنه. الأخيرة تضرر كل أصحاب الحقوق اللي هنتكلم عنها من كل هذه التعنتات. أنا مرة كانت أنت واحدة شابة في فرنسا جمعيتها صغيرة يمكن 3 4 مليون يورو اسمه يورو قالت البنك اختارني شرح حاصل حسابات اختارني أعمل جمعية من جديد باسم ثاني وأنا أخرج ما عملتش حاجة غلط. وأنا حولت لبعض الجمعيات في فلسطين حبت حاجات في السودان عندهم حب. ده جالها مرة كده البنك المركزي ولا حاجة وهي كلها ودي مشاكل خلاص؟ هناك المشاكل هي فين؟ طيب نرجع بقى ايه؟ أنا ما بحرمش إعطاء المال لغير المسلم. ما حدش فاهم غلط. خلاص؟ لكن بحط شروط. بحط ايه شروط؟ زي مثلا عايز تتجوز بنتك صح؟ طب يا ابني عندك مرأة، عندك شقة، عندك كذا، عندك كذا، دي شروط. عندك دين، عندك خلق، دي شروط. هتدي بنتك لأي حد؟
لا، لان البنت دي تعتبر المال والبنون ذات حدين، فانت بتاخد اهم عنصرين عند المسلمين، والمال جه قبل ايه؟ البنون. انت جاي تاخد مالي بلا شروط، لا ما ينفعش. ما ينفعش. مش مهم. شوف 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 يا اخي الفاضل، انا اشوف، انا بقول لك ايه؟ انت هتخش امام ربك برايك. حتى لو ما سمعوش حد، ما سمعوش كلامك، سيدنا ابو محمد بن حنبل فقال في القران كلام الله سجن وعزل. موقف سيدنا الامام ابن تيميه مش مات في السجن كده. موقف سيدنا الامام ابو حنيفه النعمان مش مات في السجن. عنده راي خلاص، هيقبل بربنا. كلهم بقى ما يسمعوش اهلك وحبايبك واصحابك، مش هيسمعوا بتاع خلاص، حر هم حرين. لكن انت يعني ايه؟ انذر وبلغ. ليه؟ لان انت ربنا حباك بالمعلومه، حباك بالخبره. فحلال ان يكون واحد فينا عنده معلومه وعنده خبره وعنده رؤيه وعنده راي وما ينغرش الاخرين. في منتهى الخطوره. ربنا هيقول لك تعالى، مش انت كنت تعرف كذا وكذا وكمرت، تقول يا رب ما كنتش اسمع كلامي. انت مالك تسمع كلامك ما تسمعش كلامك؟ هل كل الانبياء ها اقوامهم امنوا بيهم؟ يجي النبي وما عودوش حد مؤمن بيه، ويجي معاه نفر ونفرين وكذا، ويجي بعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم. فمش هيسمع كلام، مش مشكله. فذكر وما ضاع حق ورآه مطار. ليه انا بقول للامم المتحده انها دور كبير، عندها دور كبير؟ لانه مؤسس الدول، ومن حق الدول دي تساعدنا. حيث ان الامم المتحده مؤسس دول وحكومات قادرة على إيجاد حلول للمشاكل بتاعتنا. أول شرط أنتوا تاخدوا فلوسنا، مفيش مشكلة، بس تساعدونا. لما اثنين، بالإضافة إلى وجوب تحقيق القوى الناعمة للزكاة والصدقات، مين هيحقق لي القوى الناعمة بتاعت الزكاة والصدقات؟ مين هيحقق لي؟ ها؟ جمعية أخرى؟ ولا أنت؟ أنت شكلك على قديكو مثل حصل عشان تعرف قوة النعمة باسم مؤسسة. لما دخلنا الشيشان في 95 ووقفنا عند القصر الجمهوري كان مدمر بعد الحرب، كنا ماسكينش ال 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 بانر يعني اليافطة. فالبنت شافت الشعار بتاع المؤسسة اللي هو العالم وعليه مازال. قالت كلمة واحدة. مازال أذكرها، قال كلمة اسلام اسمك. يعني شعرت ان المسلمين وصلوا عندهم شهر مايو او ابريل 1995، بس خلاص انا شفت ايه؟ حته الشعار دي. تعرف لما كانوا بيحققوا معانا الاستخبارات الامن في المنطقه دي، خمس او ست او سبع دوائر امنيه استخباراتيه. فمحمد كان يقول لهم ايه؟ هو كان من ضمن مش راشد في دعوه، قال له والله. ما بنوزعش حكايه، قال له والله. ما بنعملش مساجد، قال له والله. فما وزعش قران، قال له تعالى يا محمد. اسمك ايه؟ اسمك محمد. اسمك دعوه. اسمك ايه؟ دعوه. ده انا الصغيره دي دعوه. شايف قد ايه؟ شعار المؤسسه بتاعتك دعوه. هتقول لي لو تقدر تبني مسجد، لما تخش على الاسره دي شوف الناس شغاله ازاي؟ لما تخش على الاسره وتوزع وتقول لهم السلام عليكم، دعوه. لازم تبني المسجد، لازم توزع لي قران، لا. لما هيشوفوك الراحه النفسيه، القبول، ده دعوه. شفت قد ايه المفهوم ده؟ يعني عشان كده احنا مش عايزين نفضل في مرحله الحضانه والابتدائيه الى اخره. النقطه تقول الادارات القائمه على اداره اموال الزكاه والصدقات للمسلمين. هنديكم فلوس بس اللي يديرها مسلمين كانوا ملمين. ها؟ بيحققوا كل القوى الناعمه للزكاه والصدقه. نكون عاملين قائمين على توزيع اموال الزكاه كذلك من الايه؟ من الملمين بالاسلام واللي هو شروط توزيع الزكاه. ويمكن احسن ليا انا شخصيا من خبرتي في العمل الميداني انهم يكونوا من النساء. قول لي ليه؟ ازاي مش ازاي؟ لان مجتمع اصحاب الحقوق من النازحين واللاجئين
مجتمع ضعيف جدا، في أرملة وفي طفل وفي مسكين وكذا وكذا. ساعات بعض الرجال زي حالاتنا لما بيخشوا على مرأة وبتاع ده عينيهم بتزور. أنا بتكلم عن الناس، أما الباقي كلهم خاصة لو كانت النساء دول يعني من زاوية البشرات وكذا وكذا وكذا. فأنا بحمي نفسي كمؤسسة وبحمي الطفل وبحمي المرأة اللي هي ضعيفة. فده الواحد زي حالاتها، بقول لهم والله يخش عليهم في الخيمة تبقى امرأة زيهم. مرة كنا رايحين حتة اسمها مانديرا في كينيا، في شمال كينيا، بسم الله ما شاء الله يعني كانت لحنا طبعا ليها لحية طويلة دلوقتي، أنا زمان لحيتي قصيرة. ف وكنا راكبين عربية والدنيا حر ومفيش تكييف، حر حر يعني حر حر يعني خمس حركات ولا سبع حركات، والتراب أحمر، فده التراب أحمر في السودان، نلاقي كان أحمر من الحمار اللي عندنا. بنزلنا من العربية قلنا بسم الله ما شاء الله لحى سودة وعليها إيه وبرع. شفت بقى قالك الشاهد مرة ثانية. واخد بالك؟ فالعيال الأطفال كانوا مخضوضين، شكلنا بسم الله ما شاء الله وشعرنا ماشي بالعرض وشعرنا ماشي بالعرض لحينا بالعرض وشعرنا بالطول وأحمر. فعادي عيطت وصوتت. النسوان طبعا مكسوفة وخايفة، بس احنا بقى جايين بالفلوس فهنضطر ان يقعدوا معانا على استحياء. حسينا ان احنا غلطانين، ما كانش في معانا بعض الاخوات يقعدوا معانا. الرحله اللي بعدها نزلنا حته اسمها نايجر مالي وتشاد، خدنا معانا ثلاث اخوات من البنات بتوعنا احنا اللي هم شغالين معانا، واحده فيهم كانت مسيحيه واثنين ايه مسلمين. مجرد ما دخلوا على النساء ياي الاطفال اتنططوا على حجهم وقعدوا يحضنوا ويبوسوا. ليه؟ لان دي طبيعه ربنا حطها. عشان كده انا بقول ان تروح المراه اللي تخش على المراه بالك اسهل للمراه اللي هي من اصحاب الحقوق انها تفتح قلبها دي. وانا بمنع نفسي وبالك من ان اكون في هذا الموقف مره ثانيه. ده بينطبق على اللي بيخش على الايتام والارامل. ها 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 الايتام والارامل. طيب ايه اهداف القوى الناعمه بقى؟ دي اللي انا عايز اقول لهم، تعالوا هتاخدوا فلوسي حققوا لي اهداف القوى الناعمه للزكاه. خلي بالكم يا شباب كل شيء في العالم له قوى ناعمه. اهداف القوى الناعمه للزكاه ترابط الروح الاسلاميه بين اصحاب الحقوق والمانحين. زي ما قلت لكم البنت اللي كانت في الشيشان في بروزني دي وادي استميسك. انا بس بقول الكلمه قلبي بايه؟ بيدق كده، مش قلبي بيدق انا بحب واحده، لا قلبي بيدق لان الكلمه ما زالت بقى لها 37 سنه او 27 سنه، سوري 27 سنه. فاكر المنظر بتاع البنت صغيره مش كبيره في السن يعني مش ست عجوزه. ترابط ده زادت الثقه. الزكاه بتعمل ايه؟ الزكاه مش فقط بنصرف فلوس، لا ابدا. زادت الثقة في الله سبحانه وتعالى، في الدين، في نفس الوقت المانحين من المسلمين. جزاكم الله خير، ادعوا لنا. وانت ما تعرفش الدعوة دي جاية منين. نشر المبادئ والقيم الأخلاقية بتاعتنا احنا، فلوس الزكاة دي هنشر بيها مبدأ. عايزين تاخدوها؟ نشر المبادئ والأخلاقيات الإسلامية. مفيش مشكلة، أنا ما عنديش مشكلة. هنشر المبادئ والأخلاقيات الإسلامية. والثقافة والفلسفات الإسلامية. تأطير وتعليم التاريخ الإسلامي والسنة النبوية المطهرة وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والصحابة يا أخي، ما دي كلها قوة ناعمة للزكاة. الزكاة مش فلوس، الزكاة مغلفة بهذا الغلاف اللي بيخلي الأفئدة ترتبط بالدين أكثر. الزكاة والصدقة رفع مستوى الوعي الإسلامي عند أصحاب الحقوق اللي هم احنا كنا اتفقنا عليهم إيه؟ اللي بيسموهم مستفيدين الزمان. خلاص ارتفع الوعي اللي عندهم. ليه؟ لانهم عندهم المال اللي بيجيب لهم الاكل والشرب والحاجات دي كلها. واحنا بنرفع الوعي ده ليه؟ تقويه بناء الترابط المجتمعي من خلال بناء مؤسسات مجتمع مدني، هنبني مؤسسات عشان تساعد الناس دي في بلادها. الجمعيات الصغيره اللي مهمله حاجه عندنا احنا هنبنيها بثقافتنا. تاليف الخروج بين ابناء المجتمعات المختلفه من المسلمين وغيرهم. استثمار في بناء قيادات، دي كل دي قوة ناعمة للزكاة.
بالصدقات، مش فقط مجرد ان حد مال ومفتح اكله او كذا او كذا او كذا. رسالة قاعدة دي، رسالة قاعدة، رسالة الاسلام، رسالة الاسلام مش في المسجد فقط، رسالة الاسلام في كل سنتي او شبر من المجتمع، كل منحى من مناحي حياة المجتمعيين او اللي هم الناس المواطنين تنتشر. زي ما يقول ايه يعني، يمشي لو حد فكر الحديث، يمشي السائر او الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف على نفسه الا من على الغنم الا من الذئب. وسينتشر هذا الدين بعز عزيز او ذل قليل بكل حضر ومطر. انا بس مش فاكر اصلا في الرسالة والإسلام، دي رسالة إنسانية كمان. لما تقول دي كلية قول نعمل الزكاة، نحارب بها التطرف والعنف والإنعزالية والتشدد والإرهاب، ونتصدى الإسلاموفوبيا وكره الأديان والمعتقدات، تتواصل التشبيك وبناء الجسور بيننا وبين المجتمعات الأخرى والمؤلفة القلوبية وفي سبيل الله. دي قول نعمل الإسلام اللي الزكاة. فلو أنتوا عايزين تاخدوا فلوسنا بدلها ايوه ما عندش مشكله، بس حقق لي القوى الناعمه للزكاه. وعندي اربع شروط انا قلتهم في الاول، بتاع البنوك والاسلاموفوبيا والتصنيف الموجود بينهم، وانتم مؤسسه الدول. لكن انا لا اجرم ولا احرم ان انا ادي فلوس لواحد غير مسلم، بس بالشروط. لما انا مش هجوز بنتي لاي حد، هجوز بنتي للتقي للورع لحسنها، هتقفل عليها باب وبيت تمنوا عليها. دي النهاية، في بعض الأهداف اللي بتحققها قوة النعمة للزكاة أو القوة الناعمة للزكاة. ما في شيء في العالم يقولنا إذا دي قوة ناعمة لعسلنا استفادة منه، أو قوة خشنة إن أسألنا استفادة منه. وده عشان نرد على الناس غير يعني حملات رمضان، ما عارفش عمر كم جمعية غير مسلمة عاملة حملات كتير، ده هو فيها عشان الناس تسمع، ده بتتابع على السوشيال ميديا. جمعيات من الخارج يعني. يعني زي مثلا وومن فيجن، هي جمعية مسيحية. هذه الجمعية أنا لما كنت بروح لهم زمان يا شباب، شباب نكسور، كان قبل ما أقعد معاهم يصلي وأنا قاعد. أما يجي يحضروا لي الأكل يصلي، أنا ما عنديش مشكلة إنهم يصلوا. بس عندي مشكلة انهم يجي ياخدوا المال بدون شروط. انا عايز هم يشوفوك انت. اصحاب الحقوق لما انت تروح يشوفوك. وتزداد عزة الدين لما يشوفوك. سيبهم زي ما هم، لكن شكلك انت وسمتك وكلامك ليهم بيثبت الايمان في قلوبهم. حقق لي ده اديك فلوس، اديك عناية. ما تحققوليش يبقى اولادي هم اللي انا كده انتهيت. وحاولت اربط محاضرتين ببعضهم البعض عشان نقول يا اخواننا في النهايه الماده عصب من اعصاب الحياه، ولابد ان نحافظ عليه لو اردنا ندير للاخرين، ولكن لابد يكون في شروط. زي ما اي مؤسسه دوليه بتيجي تمنح فلوس لاي مؤسسه اخرى تشترط عليها، فالشروط بتاعتهم بيكون فيها ثقافه، فيها قيم، فيها اخلاق، فيها تاريخ، فيها رؤيه، فيها هدف، فيها فلسفه محطوطه، بس انت مش واخد بالك منها، لكن هي محطوطه. هتحققها حياك الله، مش هتحققها مش هتجيب فلوس. انا كده خلصت. انت عندكم اي سؤال او اي السلام عليكم. اتفضل. بالنسبة للبنوك تحويلات. يعني الآن البنيات عامل شراكات دولية، وإلى الآن في إشكالية في البنوك والاستماع والدولة. شوف. الجماعة عندك في حتة بشوف. البنوك حلها في مدينة واحدة اسمها واشنطن. شئنا أم أبينا. لكن ده ما يمنعش إن موضوعها حق وراءها مطالب. ده ما يمنعش لما يكون في تكتلات من الجمعيات عشان ترفع عن طريق قتالها وعن طريق الامم المتحده
وعن طريق دولها الامر ده. لكن لو احنا استكنينا ومش مش هتحل المشكله. بس احنا بنغنى بقول لك حتى ما بنناش الموضوع دي يقول لك الامر فين؟ في الخزانه الامريكيه في واشنطن. وبالتالي لابد صوتك يكون عالي. هنا بقى نرجع لنقطه ثانيه، هل انا بعمل ابحاث كافيه والخطر اغلاق هذه البنوك ازاي؟ بعمل ابحاث اصرف عليها يعني، وفي خطر تاخير ايصال هذه المساعدات لمستحقيها ازاي؟ بس ما بستثمرش، ما بستثمرش. لما انا ما استثمرش في البحث في الفكر في الثقافه في القيم الاخلاقيات، عمر ما هحط ورقه على طاوله يقراها مسؤول. الفزعه خلاص عملناها، خش حطيتها على الفزعه. هناخد من الفزعه ولولا نفر من كل فرقه ضعيفه. منهم طائفته الايه؟ والدين هنا مش ممكن بس ان هو الشرع بتاع الدين، هو ايه؟ كل منحى من مناحي الحياه بالاضافه الى الدين الشرعي. اللي متخصص في الطب، اللي متخصص في الهندسه، اللي متخصص في الزراعه، متخصص في التعليم، ما بستثمرش فيهم. شوف انت وزارات الصحه والتعليم والوزاره الخدميه اقل ميزانيه ليهم. حتى جامعاتنا دلوقتي يعني لما تقارن لو في جمعيه عندها قسم ابحاث هتلاقي الميزانيه بتاعت قسم ابحاث شيء والميزانيه بتاعتها شيء ثاني خالص. طب يعني اعملوا توازن. كم ورقه بحثيه هنطلعها كل سنه؟ مش احنا هنطلعها، نعمل شراكه مع جامعه محترمه عشان يقروها. لان مش حلو الورقه بتاعتي اللي انا كاتبها. لكن حلو الورقه بقى هارفارد ولا اوكسفورد ولا كامبريدج ولا جامعه القاهره ولا جامعه كذا ولا جامعه كذا. وانت عندك احنا شفت اخي الفاضل احنا عندنا اللي هو الماده الخام. كل المشاكل دي اللي موجوده في المكاتب المدنيه لو جمعناها وحولناها لاطر اثرناها هتطلع منها سياسات وقوانين. بس احنا للاسف الفساد ده بيتبين، ما بنقعدش مع بعض، ما بنتواصلش مع بعض، ما بننسقش مع بعض. عشان كده ايه؟ تذهب في الحته. اتفضل. جزاك الله خير يا دكتور. المقطع الاخير او الشريحه الاخيره لخصت فيها بخبرتكم السابقه الاهداف اللي تفضلت فيها. هل بعلاقتها مع مؤسسات الامم المتحده هل تقوم فعلا بهذه الاشياء او يعني تلتزم بها ام لا تلتزم؟ انت بتحط شروط خبراتكم. لا شوف شوف من خلال عملكم معها. لما تنظر انت لاي مؤسسه دوليه هتقول لك انا هطبق اللي انت بتديهولي على حسب معاييري. تمام. الا اذا انت شرطت عليهم شرط معين. انت صاحب القرار. فلذلك في المطبخ ده انت بتقول عن طريق الفقهاء ورجال الدين يقول ما يعطى المال الا من حقق دول، مش هاني البدل اللي هيقوله. انا ممكن اقوله من الناحيه المجتمعيه. عشان ايه؟ فاهمين الشارع. لكن عايزها من الناحيه الشرعيه لابد تيجي بقى الكتل الشرعيه تحط هذه المبادئ وتقول دي شروط المنح والمنح. ليه؟ لان دي شريعه او شعيره، سوري شعيره مش شعيره، دي شعيره من شعائر الاسلام. ما هياش عمل عادي، ما هياش مجرد تبرع. كيف تجمع الشريعه الشعيره اموال الشعيره؟ وكيف تصرف؟ وعلى من تصرف الى اخره. فبالتالي انت صاحب القرار. ولابد يعني مثلا احد الشباب قال لي انا عندي 16 فتوى وبقى 20 فتوى. لان انت رحت للمفتي او للشيخ قلت له انا مش عارف بصير قضيه وحل مشكله تحويل الاموال. جزاكم الله خير. ما طالب عليك. لكن ما قلتلوش الحته الثانيه دي. فلذلك ايه؟ هنا بقى في حاجه اسمها فقه مجتمعي وفقه شرعي. الفقه الشرعي اللي هو خديجه الازهر والكليات الشرعيه. الفقه المجتمعي انتم. انتوا اللي ايديكم في الشارع وعارفين البلاوي اللي حصل في المجتمع تقدروا تقطروا للمشكله وتطلعوها للفقيه الشرعي. بس الفقيه الشرعي ما, 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 ما يفتيش دون ان يرجع اليه. اتفضل. ما هي الضمانات اللي تجعل هذه الجهات تلتزم بالمعايير؟ ما احنا شوف ما فيش حاجه مضمونه. ودلوقتي في الاصل اللي فيه قرار طلع بجمع المال. خلاص؟ هذا قرار. هتلتزم بيه الدول. فانت بتحاول تقلل من الاثار السلبيه لاي قرار بيؤخذ. اي مقصود الان مثلا يعني سؤال بصوره اخرى الان مثلا
هناك واقع عملي حاصل. نعم. في بين بعض. ولسه بيحصل. أيوه. في شخصيات في العالم في مؤسسات. نعم. كانت تمول مثلاً الجهات الإدارية. نعم. ومشترط عليها في الواقع العملي هل نسبة النجاح عالية؟ هم بدأت زي كرة الترك. كرة الترك دائما في الأرض صغيرة وما أنت كبير. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت لو أنت الجهات الشرعية اللي عندك. حطت قائمة لأن ده يعني دي شعيرة دينية ما هيش اجتهاد مني ومنك فالشعيرة الدينية أنا مش هقدر أطلع فيها فتوى دينية يطلعها مين المجمع ده والمجمع ده والمجمع ده فهو المجامع دي كلها اطلح لها الرؤية وحطت الشروط ودولت عليها هي اللي ممكن إيه تفرمل أو توجه أو تعيد دائرة توجيه هذا المسار لأن هو شعيرة دينية ما هواش اجتهاد مجتمعي طب احنا هنعمل مشروع الماء في الحتة دي او مشروع الاتام في الحتة دي مهم انا وانت ممكن نتكلم فيها لكن اذا كان شعيرة دينية يبقى مؤسسات زي كل المجامع الفقهية والمؤسسات الاسلامية هي اللي تقف المؤسسات الاسلامية الشرعية يعني هي تقف وكلها واقفة ولهم ايوه هنديكم مش مختلفين معاكم بس حقولنا شروط اللي هو القوى الناعمة للزكاة دكتور في تجربة على هذا يعني في تجربة أنا بنحاول بطريقة فردية يعني هل في تجربة لمؤسسات قدمت فعلا من رؤية في ناس بتحاول دلوقتي تحط الرؤية دي وشو رأي المؤسسات هل في لسه نتيجة ما في أنا بس خدتكم المجال تاني ما أعرفش يعني المجال ده يعني جديد لكن هو موجود أصلا ما في شيء في العالم يا اخواننا لما دي شيء ناعم يبرزه يعني مين اكثر الناس بيسيئوا الاسلام احنا بتصرفاتنا الفرديه اللي هي ساعات بتكون غلط اللي انا بعملها يعني شخصيا اتفضل دكتور بدنا نصيحتك احنا بطالبنا ان يكون راي وفتوى فيما يتعلق بالعمل اللي احنا بنمارسه على الارض الواقع ونعمل انسان الخير لكن بعض الأحيان صدم باللوائح والأنظمة الناظمة لهذا العمل سواء داخل مؤسساتنا أو على مستوى أعلى مستوى الحكومات أو ما شابه ذلك نصيحتك في هذا التواصل معهم إن ما ينفعش يطلع قانون من غير شراكة مش أبداً حد يجي لك ولكن عملت قانون وهو قاعد في مكتبه أبداً تعمل قانون فين دوائر الاستشارة حتى جمعية من الجمعيات ما ينفعش إنها تعمل سياسه او حاجه زي كده او استراتيجيه من غير ما تسال العاملين يعني من اهم الناس اللي انا استشيرهم في العمل الانساني والاجتماعي اللي هم اصحاب الحقوق وبعدين الشباب الميدانيين اللي ماسكين مكاتب في افريقيا وفي اسيا وفي امريكا اللاتينيه هم دول نمره واحد واثنين انا ما يهمنيش اللي قاعد في المكتب الرئيسي والمكيفات والحاجات دي كلها يجي بعدين لان يعني الاثنين دول صاحب الحقوق من الايتام والارام المسكين لازم استشيرهم مالهم هم وهم اصحاب المعاناه الحقيقيه يتيهم يليهم العمال المحليين اللي هم شايفين المشكله 24 ساعه في اليوم بعد كده بقى اروح بقى الرئيس القطاع اروح لكذا بس من غير دول ما عندكش استراتيجيه من غير دول ما عندكش رؤيه من غير دول ما عندكش رفع حقيقي لواقع المجتمع اللي انت بتشتغل فيه وكثير من الاحيان يا اخي فاضل نجيب كورسات يعمل لنا حركات حلوه في لندن ولا في باريس ولا حاجه كده تصور البتاع ده واخد بالك ونفرح ونسقف ونخرج مش فاهمين حاجه نديله فلوس ويمشي من غير وقولها مره ثانيه وثالثه ورابعه وخمسه من غير صاحب الحق ورايه ومن غير العامل الميداني لا ليس لك استراتيجيه انت مش قاعد في مكتب عاجل برج عاجل بتنزل بباراشوت زمان كان المؤسسات الدوليه بتعمل كده بداوا يتعلموا عشان يعملوا حاجه اسمها لوكاليزيشن يعني يسالوا الناس المواطنين الجمعيات الوطنيه بس بعد كام؟ بعد 40 50 سنه انا بقول دلوقتي لا ولا ولا لان داخل تعرفوا يعني احنا خدنا مثلا المخيمات بتاع السوريين اللي موجوده في الاردن ولا في لبنان ولا في تركيا ولا النازحين السوريين اللي موجودين في سوريا نفسها في كفاءات غير عادية كفاءات غير عادية وغيرهم من اليمنيين وغيرهم من كل الناس اللي احنا بنبص لهم نظرة دونية ليه؟ يبقى انا عندي مشكلة عندنا
انا اخلاقي فيها شيء غلط. لا اصل الدين ليه؟ وقبل هو 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 او هي عملت نفسها نازحة ولا لاجئة ولا ظروف قهرتها. لو كنت انا حصل لي الامر ده، حصل مجاعة في بلدي او حصل نزوح وحرب في بلدي، وكنت في نفس الموقف كنت هبقى اسوأ منهم. وده شفناه في البوسنة. اساتذة في الجامعة كانوا بيقفوا طوابير عشان ياخدوا الحصة الغذائية، وقدرت نعملهم طريقة محترمة. تبارك يا شباب. فلذلك اخلاقيات وسلوك العاملين في العمل الانساني والمجتمعي دي هذه محاضرة تانية. تحددة كبيرة كبيرة. تسمع بقى حوادثها تبكي القلب مش تبكي الدم. تفضل يا شباب. انا خدامك رجعش خدامك خدامك سؤال خارج ال طيب بس السودان السودان هم اللي احنا بنوصل لهم نهر النيل مش كده؟ احنا بنجيب النيل من عندنا. احنا بنحبكم قوي. احنا من كتر حبنا هنقتلكم. ان من الحب ما قدر مش كده؟ بعض المعنيين أحجب المجلس السيرة الصدر. كان لسه عندنا 6-7 سنين يعني في افتح حضارة او في الايه في الابتدائي. اصبحنا بنحضر المطبخ بعد اتخاذ القرارات في بعض الايه المؤتمرات. لما جت 11 سبتمبر كان في جلسات يناقش فيها احداث 11 سبتمبر في غيابنا. كان اللي بدافع عننا الجمعيات اللي احنا اشتغلنا معاها من 10 سنين. حذاري انك تصحى من النوم وتلاقي 11 سبتمبر وتاخد لي صوره مع ملك ولا مع وزير وكده تقول لي انا كويس. الامر مش بالطريقه دي، الامر بيمشي انت من 10 سنين عملت ايه؟ واخد يعني كنت مره بنسجل المؤسسه في كندا وكان معايا ملفين. والمحامي اللي كنا معاه متخصص في العمل المحرر زي كده. وريت له بقى الملف بتاع المشاريع وكذا وكذا وكذا. بص عليه كده قال لي عندك حاجه ثانيه؟ قال لي هاي. اديت له الملف اللي انا فيه مع الملكه مع الامير. قال لي هو ده اللي انا عايزه. يعني مجرد ما دخلت في الحته دي يعني معناها الامن والمخابرات دخلوك. يعني انت ما عندكش اي شغل. فالشباب اللي يجي يقعد جنب مثلا تعالى اقعد جنبي كده عشان نطلع في الصوره مع بعض عشان البي بي سي معانا. يعني مثلا انت ماشي في مؤتمر كبير لقيت مثلا رئيس وزراء في اي حته مثلا بتاع بريطانيا ولا رئيس مؤتمر. وقفت جنبه كده واحد من الشباب خد صوره حطها انت على الفيسبوك ايه ولا شيء. انت عايز تكون قاعد معاه في المكتب يعني معناها انك دخلت في السيستم. ها ده ما بيحصلش. فذلك اللي حصل ها كان جماعه الكاثوليك اللي هو تابعين في روما اسمها ايه الفاتيكان هم اللي كانوا بيدافعوا عننا. لا احنا نعرفه كذا وكذا وكذا وكذا. يعني اديكم مثلا قصه ثانيه بس من بتاع ده عشان يزداد الحب جانب. واحنا بنسجل اغاثه في 93 صلوا على النبي كان اخر 3-4 ايام في رمضان وبرضك كنا صايمين وبرضك كانت لحيتي بسم الله ما شاء الله دلوقتي لحيتي اعوذ بالله ان شاء الله. ها؟ ما بقول لك اعوذ بالله. لفيت على بعض السفراء العرب اللي قال لي انت اسمك واسلامك ولا قال لي انت اسمك مش فاهم الحاله اللي انت اسمك كذا يعني. راح قال لي اسمع. قلت له نعم. قال لي بتيجي بعد سنتين. كان سفير السودان موجود وعمل حركه حلوه يعني. اقول لك ايه بس عشان ترفع راسك فوق شويه. بس ما كانش موجود في الجزء. فبدات الف على كل السفراء اللي موجودين. في واحده قالت لا عايز اقرا الملف. يمين شمال 5 ايام الف عليهم وادي الورق وكذا وكذا. الى كان يوم الجمعه جت وانا قاعد بقى لما بتخانق. طلعت كده على المنصه. هيبقى هم عبد الناصر والاذن تاخد شغل بقى ايه الافلام المصريه ده بدو اسمه بيسموه كرسي في ايه؟ كروب ضلم الكروب وقت القتيل. تاني بقول لكم ايه؟
انا بقالي اسبوع هنا وبقى صوت انت صوت ما بتنفذ بوحش قوي. ست رئيس الجلسه قالت يا دكتور اتفضل مش هنزل. انزل ليه؟ انا قاعد بقالي اسبوع بعمل كذا وكذا وكذا. ادونا خراج. انا قلت لك بقى ثلاثه السفره قالوا ايه في الاول؟ تعرف مين اللي مسك الميكروفون وزكانا بسبب بعض الله سبحانه وتعالى في الجنه؟ السفير ارمن. انا قلت لك في ثلاث سفره ثانيين ادونا ظهرهم. قال احنا نعرف المؤسسه دي بدات لها عمر وكذا 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 وكذا. قعد خب عصمات. قالوا عشان كده انا بقى ازكيهم بيكون اول مؤسسه تناقش يوم الاثنين صباح الساعه 9 وندي الفرصه لزميلتنا انها تقرا منافذها. لما انتم كانت متعنتها كل المقاييس. يوم الاثنين بقى الحته بتاع السفير السوداني. قلت له والله العظيم ثلاثه افلام وكذا وما عملتش كذا وكذا. السفير السوداني وطبعا كان بسم الله ما شاء الله حاجه يعني. ثلاثة متر كمان في سدنين أربعة متر. فخد الميكروفون يوم الاثنين فقع قطب عصمة. فأنا بقول لك هو شوف أدي واحد مش من مش من مش من مش من ذوي المهنة الملة لكن شافها تعاطف معاك. يعني الشركات اللي بتتكلم عليها بتنفع تنفع لما يشوفوك أنت عندك مصداقية وعندك عمل مهني كويس وعندك رؤيه وعايز تخدم. هيقف ضدك مش كلهم عدائنا. خلاص انا بس عشان في الاخ بيقول لي ايه الموضوع. اخر سؤال لو حد عايز يسال سؤال. هو انا انت اللي هتفطرهم النهارده؟ انت بتعالى عشان تحط صورتك كده. انت مش متجوز مش كده؟ انت متجوز مخدم. بس عشان تشوفوه في التلفزيون ده اللي هفطركم بكره ان شاء الله. هو انا بس عايز اسكر حاجه حضرتك الدكتور نقطتين مهمين جدا. احنا كناس شغالين في العمل الخيري انا نفسي الكلمه اللي بتستفزني انت عارف انت مش هتفهم دايما بنصارع على اصحاب الحكم والكلمه دي نفسها هتسيبني لما قلت حضرتك ان الرواتب بتاعتكم او الحقيقه الحاجات دي بتيجي من اصحاب الحقوق ديت كلمه مؤثره وفي نفس الوقت احنا لازم نحسها قوي عشان خاطر لما نيجي نشتغل بعد كده او لما احنا فعلا زي ما قلت بقى الناس اللي لاهيين والنازحين هم مش بيديهم اللي حصل ده اللي حصل ده. فلو احنا بنحط نفسه في مكان حاجه زي كده وشوف تعاملات الناس ممكن لما قعدت عامله ازاي تحس بقى. فانا حابب اسجل دي ان حضرتك عندك فلسفه يا ريت حد دايما يواجهنا بيها. احنا كشباب في العمل الخيري للاسف ما بنحسهاش قوي بصراحه. الله يجزيك كل خير. الفلسفه دي جت امتى يا شباب؟ اللي علمها لي هم اصحاب لولا فضل هؤلاء النساء والاطفال النازحين واللاجئين عليا ما كنت احصل على الكلام ده. انا متخرج من جامعه وانا متعلم. انا متخرج من جامعه طبعا بس طب يعني. ولا اخذت شهاده في الاداره ولا اخذت شهاده في الفلسفه ولا في الثقافه. لكن الشارع احسن مدرسه بالنسبه لي. وكثره السفر مفيش فيه فوائد في السفر. وكثرة زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ المسلم الذي خالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي خالط الناس ويصبر ولا يصبر على اذاهم. فده يرجع ليا فيها في اي فضل. الفضل يرجع لاصحاب الحقوق. اللي هم اصل المسيره الانسانيه. ولو احنا اغفلنا الم المراه. المراه سوريه عندها ثلاث اربع اطفال اتجوزت عندها 16 سنه. أصبحت المرأة هي عندها 20 25 سنة عندها احتياجات جسدية احتياجات مادية لأولادها. مين حكفها؟ كان في أماكن في تركيا للدعارة ولا بمنتهى الصراحة في أخواتنا السوريات قفلوا الأماكن بفضل الله سبحانه وتعالى. لكنهم هيقفلوا كم مكان؟ الحاجة شديدة والحاجة قاهرة واحنا قاعدين في مكيفة. نساء شكلها حلو. طب هاتي. حتى السيد اختي كان مسؤول عن المشروع ده واللي حتى الكلاب ما بيدوهمش اجر محترم. يعني حتى بيستغلوا. وكان ما بيدوهمش كمان ايه؟ استغفر الله العظيم يعني مش قادر اوصف يعني. بقول لك وصلت الامور لكده. فلذلك ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك
الله محشوني مع المساكين أظن بس. هو يعني ما كانش ممكن يبقى نبي كينج يعني ملك ممكن. وصى سيدنا جبريل عليه السلام وأصبح ظلمة المساكين. خلاص أنا هنمشي عشان التسليم. لقاء ثاني. أنا سعيد جدا وأسف على الإيه إن إحنا تأخرنا. لكن سعيد فيكم إن شاء الله. ولو إحنا فقط طلعنا من الموضوع النهاردة بأن الزكاة لها قوة نعم. طبعا ممكن الكلام ده أقول العمل ممكن توزع على الشباب لما عايزينه. لو الشباب عايزين يتواصلوا معايا أنا ما أنا 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 متاح. وما عندي عندي وظيفة ولا عندي سلطة ولا عندي سلطة ولا عندي أي حاجة. عايز أكلمني جزاكم الله خير.